هتقولي يا كابتن كده قبل السفر وقبل المهمة الرسمية دي في السنغال؟ ربنا يسهل طبعا. أول حاجة دعواتكم، وأكيد طبعا يعني نهاية بقى المشوار بالنسبة للمرحلة الأولى إن شاء الله، وبإذن الله يبقى في مرحلة تانية بإذن الله. المرحلة الأولى إن احنا نتأهل للأولمبياد بإذن الله والبطولة إن شاء الله، لكن طبعا الهدف الأساسي خلينا نتكلم الأولمبياد طبعا وبصين البطولة. احنا استعدينا بشكل كويس رغم كل الظروف الصعبه اللي انتوا عشتوها معانا، لكن ان شاء الله انا عندي ثقه في الولاد باذن الله، ودعواتكم يبقى توفيق ربنا معانا. اكيد طبعا كابتن حسام بدري درس جميع المنتخبات اللي في المجموعه وغير وخارج المجموعه. اقوى منتخب ايه يا كابتن مثلا شايفه لغايه دلوقتي؟ لا عاوز اقول يعني كل المنتخبات عندها حظوظ، لكن خلينا برضو نقول ان ارض الواقع هتفرق بشكل كبير جدا، لكن هي مباراه البدايه هي بتبقى اصعب حاجه، لان انت طبعا الجزائر كانت مجهوله بالنسبه لك، انا شفتها ورحت اتفرجت عليها، لكن بعد كده خلاص المباراه هتتلعب قدامك فهتكون اتعرفت على كل شيء. يعني عرفت الجزائر نفسيا يعني قبل مواجهه الجزائر؟ طبعا ان في مشاكل قبل كده بين مصر والجزائر، عرفت المنتخب نفسيا ازاي؟ لا ما فيش مشاكل، انت عارف احنا طبعا علاقتنا ببعض كويسه والموضوع ده انتهى خالص وما فيش اي مشاكل، وبعاد احنا هنلعب مباراه كره القدم بين اشقاء عرب يعني. طيب كابتن حسام بدري المركز كام في البطوله ان شاء الله؟ كلنا بنبص للبطوله باذن الله ان شاء الله، بس دعواتكم ان شاء الله. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم. دي بعض فيديوهات فتره معيشه كابتن طارق سليمان في اتلتيكو مدريد، هو كابتن علي ماهر وكابتن وائل رياض ضيفنا ونجمنا النهارده، مشرفنا ونورنا كابتن. ازيك يا كابتن سيف؟ ازي حضرتك؟ تمام والله الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. فتره معيشه الحقيقه يعني خطوه جيده من النادي الاهلي، ان هو يكون عنده رؤيه لابنائه، ان هو دايما عايز يشوف الافضل، عايز دايما يطور مدربينه بشكل قوي. تجربة ناجحة كابتن؟ الحمد لله رب العالمين، ناجحة بشكل كبير جدا جدا جدا، استفدنا منها انا ووائل وعلي. انما في البداية طبعا احب طبعا نشكر النادي الاهلي لان اتاح لي الفرصة ان انا متواجد في مع اتلتيكو مدريد، واكيد طبعا الشكر للكابتن سعد حفيظ مدير الكورة، كابتن زيزو مدير رئيس قطاع الكورة في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني في الحاجات دي على فكرة مش اول مرة اتعامل يا كابتن سيف، يعني قبل كده انا فاكر كويس قوي ان كابتن محمد يوسف كان راح المانيا وقعد 6 شهور على حساب يعني على حساب النادي الاهلي، وكابتن ياسر رضوان قبل كده في تشيك، وكابتن في يعني في مدربين كتير طلعوا من النادي الاهلي قبل كده معايشات كتير يعني، او حتى لو مش معايشات بيطلعوا دورات. فانا شايف ان الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي ما بيبخلش ابدا على ابنائه، لان في النهايه المدرب لما بيروح وبيتعلم وبيستفيد هو بيجي في النهايه ينقل اللي اتعلمه واللي شافه بره بينقله سواء بقى حتى لو شغال في القطاع او شغال في الدرجه الاولى. فكل الشكر طبعا للنادي الاهلي زي ما قلت في البدايه، ومش عايز انسى ابدا ان انا اشكر طبعا الاستاذ احمد سويله رئيس شركه تريسيرف، هو اللي كان صاحب برضو شخصيه محترمه جدا جدا يعني بصراحه يعني حبيب. يعني احنا هو اللي عامل معسكر النادي الاهلي بالظبط المعسكر اللي جاي بتاع دبي. احنا من ساعه ما رحنا اسبانيا ويعني سهل لنا حاجات كتير جدا جدا جدا. مش عايز انسى ابدا دور الكابتن اسامه صالح برضو، ده مدير الشركه في فرع الشركه في اسبانيا، كان معانا خطوه بخطوه من اول ما يعني هو قابلنا في المطار واستلمنا، وبعد كده الدنيا مشيت بشكل كويس. ففي النهايه الحمد لله رب العالمين انا شايفها ان معايشه كويسه جدا جدا، استفاد منها بشكل كبير جدا، واكيد الاستفاده دي هتعود بقى على يعني عليا انا وعلى ان شاء الله الحراس المتواجدين في النادي الاهلي، والواحد ينقل الخبرات اللي شافها ديت. وخد بالك المعايشه دي برضو الى حد كبير جدا بتشوف انت برضو انت بتثبت معلومه اللي عندك، هل انت برضو كنت وانت شغال الفتره اللي فاتت دي شغال صح، الى اي درجه انت شغال بشكل برضو زي الناس بره. خد بالك الحياه بره سهله جدا جدا جدا، ما فيش عقد ما فيش مشاكل خالص في التدريب، التدريب سهل وبسيط جدا، بس في جانب مهم قوي هناك احنا ما بنشتغلش عليه كتير هنا، وهو ان الجانب اللي هناك المهم جدا اللي هم بيهتموا بيه بالنسبه لي انا كحراسه المرمى هو التكتيك. يعني هناك بيهتموا جدا بتحركات حارس المرمى،
جزء كبير جدا من التدريب يعتمد ان الحارس لازم يتحرك صح ولازم يبقى تمركزه صح. ده جانب مهم جدا. الجانب الثاني برضو اللي انا شفته وكان برضو مركزه فيه بشكل كبير يعني بيخصصوا اكتر من وحده تدريبيه في الاسبوع ان الحارس يشتغل برجليه. الحارس دايما دي طبعا دي الصوره اللي اول تدريب احنا كنا متواجدين فيه في طبعا اللي موجود ده اسمه مانويل سانشيز. ده كان لعيب من اللعب القدامى في اتلتيكو مدريد وهو اللي كان يعني هو اللي كان مرافقنا جوه النادي. يعني احنا ما بنتحركش خطوه جوه النادي غير هو الراجل ده معانا مع طبعا كابتن اسامه صالح المترجم. ده كان لعيب زي ما قلت لحضرتك. هو مين هناك كان الجايد بتاعكم او مين هناك كان المرشد بتاعكم؟ ما هو الكابتن اسامه صالح ده المترجم اللي كان دايما متواجد معانا. احنا في النهايه ما نعرفش اللغه الاسبانيه فاللي كان اللي كان بيتعامل معانا ده طبعا صوره اللي اتصورتها مع سيميوني دي. خد بالك هو سيميوني احنا قعدنا معاه حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة. كنت أنا ووائل وعلي وكلمنا معاه وكان هو اللي بدأ الكلام معنا. يعني هو حتى هو أول ما جه قابلنا قال لنا أنتوا ليه اخترتوا أتلتيكو مدريد؟ ده طبعا توريس اللعبة كلها طبعا ده أوبلك حارس المرمى. كنت أنا واخد له تشيرت هدية من النادي الأهلي فهو حتى لما شاف التشيرت يعني أنا واخد له تشيرت وكتب له عليه اسمه وكتب له عليه الرقم بتاعه فكنت محضر الكلام ده كله قبل ما سافر. هو حتى كمان دخل قال لي استنى دخل جاب لي الجوانتي الدهوني هديه. مويا برضو نفس ده مويا طبعا ده مع علي ماهر. مويا مع علي ماهر كنت برضو كاتب له تيشرت عامل له تيشرت وكاتب له عليه اسمه وكاتب له رقم واحد بتاعه. نفس الموضوع برضو دخل جاب لي جوانتي والدهوني هديه. الحمد لله يا رب العالمين. في النهايه معايشه انا شايفها ايجابيه جدا بالنسبه لنا. استفدنا منها بشكل كبير جدا. كابتن علي وكابتن وائل رياض استفادوا منها بشكل كبير جدا. بعيد انت ولا قريب يا كابتن؟ لا الحمد لله. بص هي بص انا كشغل انا يعني الحمد لله مش بعيد. بالعكس انا فاهم وعارف الناس بره بتشتغل ازاي. ولكن اللي بعيد السيستم للامانه يعني في نظام والنظام في الاهلي السيستم بعيد عن لا مش قوي. ولكن في حاجات بتجبر كل الانديه بما فيهم النادي الاهلي ان يعني اقول لك على حاجه. يعني انا باجي اتكلم على ان الحارس ده طبعا جابي ده كابتن الفريق ده شخصيه محترمه جدا جدا وقابلنا كويس قوي او قابلته كانت كويسه جدا. يعني احنا بنعرف من الوشوش وبنعرف من اللغه الناس بتبقى مبسوطه وهي بتقابلنا وبتتكلم معانا. عارفين النادي الاهلي كيانه وكابتن بص هم كلهم عارفين. يعني اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي او هم عارفين بها النادي الاهلي ده قبلك زي ما قلت لك دي وانا بتفرج على التدريب الاول تدريب ليهم. خد بالك احنا قريبين جدا من الملعب لان هناك انت عارف يا كابتن سيف ان الملاعب الفرعيه ما بيبقاش في مدرج بشكل كبير. الملاعب الفرعيه كلها بتبقى عباره عن ملاعب وفي درجتين بس كده هم اللي الناس بتقعد تتفرج على التدريب الى حد كبير جدا. ما بقاش فيه حد موجود. الصحفيين متاح ليهم حوالي ربع ساعه في بدايه التمرين وبعد كده من نفسهم بياخدوا بيمشوا ويسيبوا الملعب يعني. انما احنا كنا سيميوني كان عارف ان احنا متواجدين في 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 الملعب وبنتفرج على التمرين وعاملين معايشه. هو احنا تاني يوم قابلنا سيميوني لما اتكلمنا معاه حتى هو اول ما جه زي ما قلت لك هو فتح الكلام معانا بيقول لنا انتوا ليه اخترتوا اتلتيكو مدريد. فوائل رياض قال له احنا جايين عشان سيميوني موجود في اتلتيكو مدريد. يعني عجبني قوي وائل رياض يعني ربنا كان 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 ربنا رحمنا منه الحمد لله في الاعلام. كان دخل كده وعمل دوشه معانا في الاعلام فقلنا مش ناقصين منافس الحمد لله راح التدريب. بس بيعجبني الحقيقه لان هو دؤوب جدا. يعني بيخش اي مجال اعلام او تدريب يخش وعايز يتعلم وعايز يدرس ويحاول وعنده عزيمه شاطر الحقيقه. وبرده كابتن علي ماهر علي دؤوب جدا جدا والاثنين شاطرين جدا جدا. الاثنين كانوا طبعا انت عارف ان كل تمرينه بكل تفاصيلها بيكتبوها وبيرسموها. وحتى لما اتكلموا مع سيميوني يعني علي مثلا سال سيميوني قال له انا عايز اعرف الاسبوع التدريبي بتاعك بيمشي ازاي والوحدات التدريبيه بتعمل ازاي لانه هو شاف اول احنا شفنا اول يومين كان الحمل البدني كان عالي قوي. ده مدرب حراس المرمى ارجنتيني ده جاي مع سيميوني طبعا. ده انا برضو اتكلمت معاه كان في حضرتك اخذت موبايلاته طبعا لا لا اللغه مش عارف اتواصل باللغه يعني. انما انا بالنسبه لي كان مهم قوي ان انا قعدت مع اثنين فتره كبيره جدا. قعدت مع مدرب حراس المرمى الفريق الاول اللي هو الارجنتيني ده قعدت معاه فتره كبيره جدا سالته في حاجات كتير قوي. قعدت كمان مع مدرب حراس مرمى المدربين القطاع قعدت معاه حوالي ساعه الا ربع في القطاع برضه سالته في حاجات كتير جدا جدا. لان انا في النهايه زي ما قلت لك احنا كنا بنروح يا كابتن سيف بنروح 9:30 الصبح بنبدا نتحرك بنبقى هناك في النادي 10 الا ربع 10 الا 10. السكن الفريق الثاني بيبدا تمرينه الساعه 10 من 10 ل 11 وبعدين من 11 بيبدا الفريق الاول. هو في هناك خمس ملاعب الخمس ملاعب دول فيهم ثلاث ملاعب نجيل طبيعي
وفي ملعبين نجيل صناعي. الملعبين نجيل صناعي معمولين على احدث انواع النجيل الصناعي اللي معمول في العالم. ملعبين انت تحس ان هم نجيل طبيعي. ملعبين النجيل الطبيعي للفريق الاول مرنوا عليهم يوم ويوم كل يعني بيريحوا الملعب يوم ويتمرنوا على الملعب الثاني يوم عشان النجيله ترجع لطبيعتها الثانيه. وفي ملعب نجيل طبيعي لحراس المرمى بس ما بينزلش غير حراس المرمى. والملعبين النجيل الصناعي على كل القطاع بيتمرنوا عليه. زي ما قلت لحضرتك احنا من 10 في السكند بيتمرنوا، بيبداوا الفريق الاول بيبدا من 11 لوحده، وبعدين احنا بناخد فتره كده بنتغدى فيها وبنرجع تاني من الساعه 3 بيبدا فريق ال 18. هناك هم عندهم الفرقه 18 من 18 ل 20 دي فرقه واحده، 18 19 20 دمجينهم في بعض عاملينهم فرقه واحده، ومن 20 ل 23 عاملينهم فرقه واحده اللي هو السكند. فزي ما قلت لك من 3 ل 5 بيبداوا الفرقه 18 ل 20 سنه بياخدوا ساعتين، ومن 5 ل 7 بيبداوا فريق في فرقه المدرسه اللي هم البراعم. عندهم 5 فرق براعم، عندهم 8 و9 و10 و11 و12 ونسيت اقول ان عندهم 15 و16 و17 بيبداوا من 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 3 ل 5 ومن 5 ل 7 بيبدا البراعم. حضرتك قلت نادي السيستم احنا بعيد، وبعدين قلت لي السيستم نادي الاهلي مش بعيد قوي. نادي الاهلي بعيد ولا قريب؟ بص في حاجات طبيعه يعني انت في النهايه انت في نادي، انا بتكلم على اتلتيكو مدريد، احنا بنشوف تمرين الفريق الاول. انا بالنسبه لي بشوف تدريب حراس المرمى الفريق الاول. لما باجي اتفرج على 20 سنه بلاقي قريب جدا جدا نفس التدريبات ونفس السيستم ماشي هو. لما باجي اتفرج على 18 سنه بلاقي المدرب اللي شغال تحس انه سيستم واحد، بلاقي ال 15 و16 و17 سيستم واحد. فهنا لما بيجي الحارس يطلع من فرقه الازهر، استاذن حضرتك سريعا بس هنطير للسنغال نتمنى على المنتخب الاولمبي والزميل مهيب عبد الهادي من مطار دكار. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء الخير على كابتن طارق. برحب بيكم، احنا يمكن مفيش من لحظات كابتن طارق واخبارك، وحشنا والله يا كابتن. ربنا يكرمك يا مهيب، ان شاء الله يبقى وشك حلو على المنتخب ان شاء الله باذن الله. يا رب ربنا يخليك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كابتن سيف، يمكن احنا حالا دلوقتي لسه نازلين من الطياره بعد رحله صعبه جدا 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 جدا، يمكن حوالي من الساعه 12 بالليل الطياره اتاخرت حوالي ساعه ونص العطل فني طبعا في كان في المنطقة الأيمن، فرجعت الطيارة تاني ورفنا حوالي ساعة ونص. ده كان ممكن حاجة كويسة يعني إن إحنا الترانزيت بتاع أديس أبابا ما كانش كتير قوي يعني، لكن الحمد لله وصلنا أديس أبابا بعدها ست ساعات ونص طبعا لباماكو في مالي. الطيارة يمكن ما نزلناش في مالي، فضلت الطيارة واقفة، وبالفعل يمكن دلوقتي من لحظات موجودين دلوقتي في مطار دكار في استقبال من جانب السفارة المصرية، متواجدين مع الكابتن حمادة المصري طبعا رئيس بعثة منتخبنا الوطني، واعتقد سفير المصري تقريبا موجود في السنغال، سفير المصري مصطفى عركوني، استاذ مصطفى عركوني. لكن خليك كابتن سيف تتواصل مع كابتن حماده المصري. طبعا اعضاء السفاره مع كابتن حماده المصري رئيس بعثه منتخبنا الوطني. اعتقد يعني ما شاء الله البعثه منظمه جدا جدا، رغم طبعا زي ما قلت لك مرهقه جدا جدا جدا. حوالي من الساعه 12 بالليل احنا وصلنا النهارده، دلوقتي الساعه 7:05 عندكم في القاهره، 5:05 في هنا في دكار. اعتقد معقول، لكن كابتن حماده المصري رئيس البعثه طمنك على. انا عايز اطمن عليك انت يا مهيب، وهتبعت الشغل امتى؟ على طول يا نجم. انا بقول لك في المطار ربنا يخليك، اديني ساعتين والدنيا عندك تبقى مطره مثلا هتمطر. هو ده المهم والنبي. يعني عايز اطمن الناس ان احنا طبعا تغطيه كواليس ان شاء الله في السنغال هتبقى حصريه معاك كابتن حماده الاول، بعد كده هتواصل معاك كابتن. طب ادوني ان شاء الله كابتن سيف. السلام عليكم كابتن حماده، ازاي حضرتك؟ والحمد لله على السلامه. الله يخليك، الحمد لله. يعني اي نعم سفريه كبيره شويه يعني بالظبط كده، من الولاد من ساعه ما اتحركوا من الفندق 21 ساعه لغايه دلوقتي ان شاء الله. يا الحقيقه كابتن دعوات طبعا. اتفضل يا كابتن. ما بين طبعا القاهره اديس ابابا مالي قصاصين السنغال، طبعا رحله مرهقه. طبعا السيد سبيكا موجود في استقبالنا وجميع الاخوه الافاضل في السفاره. بعد كده هننتقل لمدينه منتكار دوت، هننتقل لمدينه سالي اللي هنلعب عليها المباراة المجموعة بتاعتنا.
وان شاء الله باذن الله يعني تكون حاجه مشرفه لمصر والاتحاد الكوره والرياضيين بصفه خاصه ان شاء الله. الحقيقه كل الدعوات للمنتخب الاولمبي يا كابتن وكل الناس بتشيد بوجود حضرتك مع المنتخب الاولمبي. الحقيقه المنتخب الاولمبي يؤدي بشكل اكتر من رائع، جهاز فني محترم، الدنيا هاديه، حضرتك الحقيقه بتقود الموضوع بشكل محترم يعني. ربنا يوفق. بس يعني طبعا الارهاق كبير جدا، فريق كبيره ما شاء الله يعني، كابتن مهيب متالق واللياقه عاليه، لكن احنا بيني وبينك عجزنا ولا حاجه بفلك. ربنا يديك الصحه، ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا كابتن سيف، معاك كابتن. اتفضل كابتن سيف. اه كابتن مهيب. كابتن سيف ازيك؟ احنا على الهوا ايه كابتن سيف؟ كابتن مهيب احنا على الهوا الكلام ده؟ ايوه على الهوا والله العظيم يا مهيب. على الهوا والله. انا سمعت صوتك اطمنت يا مهيب، قاعد اسال فين الشغل فين الشغل، قالوا لي ان شاء الله لسه ما وصلتش بالسلامة. ما انت ما بتطمنش عليا، انت يا مهيب طلبتك 30 مره وموبايلك مقفول. انت بتطمن على الشغل يا نجم؟ احنا لسه في المطار. طب ابعته ازاي؟ ما هو بص يا مهيب، ابعت الشغل وهبقى اطمن عليك، مش مشكله. ابعت الشغل وهبقى اطمن عليك. بقول لك كابتن سيف، الكابتن حسام بدري بيقول لي انت مش على الهوا دلوقتي. تقول له والله على الهوا مع كابتن سيف. اهو كابتن حسام بدري معاك، معاك يا كابتن سيف. الو كابتن حسام، الحمد لله على السلامه ودعوات المصريين كلها ان شاء الله بالتوفيق. الله يسلمك سيف، الله يخليك. طبعا دعواتكم ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله سلامات الكابتن طارق سليمان، مشرف نار معايا وسلم على حضرتك. تحياتي ليك، توفيق يا كابتن حسام ان شاء الله. ازيك يا طارق؟ الله يخليك يا طارق، ربنا يخليك. دعواتكم ربنا يكرم ان شاء الله. الحقيقه يا كابتن كل الناس بتشيد بالمنتخب الاولمبي بالتزامه بالطريقه اللي حضرتك بتصول وتقول فيها في اداره المنتخب الاولمبي، يعني بنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يسهل اكيد طبعا. يعني هي الخطوه الاخيره على مدار السنتين كنا بنحضر الخطوه ديت، وان احنا نبقى موجودين في السعوديه ان شاء الله ونحقق الهدف. فباذن الله نبقى موفقين باذن الله ونحقق الهدف الاساسي بالنسبه لنا، ان احنا نتاهل للاولمبياد باذن الله. وكمان باذن الله يعني اكيد برضو بنبص للبطوله ان شاء الله. فربنا يعني انا عندي ثقه كبيره جدا في اللاعبين، واللعيبه عندها رغبه كبيره ان شاء الله نوفق فيها. يعني احنا خدنا بالاسباب كلها واجتهدنا بشكل كبير جدا، لكن طبعا بنتمنى يبقى توفيق ربنا معانا بقى، وبندعي ربنا يكون توفيقه معانا ان شاء الله. يا رب. دعوات المصريين كلها معاك يا كابتن، اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن حسام ان شاء الله. الله يخليك، تحياتي لك يا كابتن. شكرا. بشكرك كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. مهيب معانا ولا وقع؟ طيب نحاول يعني، بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه مهيب عبد الهادي يعني من السنغال مباشره، كابتن حسام بدري، كابتن حماده المصري. منتخب مصر لسه واصل دلوقتي لمطار دكار، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الاولمبي. النادي الاهلي، حضرتك قلت النادي الاهلي مش بعيد قوي. طبعا النادي الاهلي، بس انت عايز تقول لي جمله، انت عايز تقول لي بس في اختلاف. لا انا اصل انا هتكلم على الناحيه الفنيه، يعني نتكلم على الناحيه الفنيه، بقول السيستم قريب جدا النادي الاهلي، ولكن في حاجات زي ما كنت بشرح من في البدايه قبل المداخله بتاع كابتن حسام وكابتن حماده ومهيب، بقول ان الفرق كلها السيستم بتاعها واحد. يعني الفريق السكند لما بيتمرنوا المدرب اللي بيشتغل نفس السيستم بتاع الدرجه الاولى. فريق ال 18 ل 20 بيتمرنوا نفس السيستم بتاع ال 20 سنه او بتاع السكند. الولاد الصغيرين برضو السيستم واحد، فانت لما بيجي لعيب يصعد من فرقه لفرقه ما بيلاقيش تغيير في اي حاجه خالص، هو سيستم محطوط بيمشي عليه كل النادي. واللي بيحط السيستم ده هو المدير الفني بتاع الدرجه الاولى بتاع الفريق الاول. فعشان كده بقول لك هنا بتلاقي في اختلاف طبعا. يعني هنا المدير الفني بتاع الدرجه الاولى هو منفصل تماما، مش في النادي الاهلي بس، في كل انديه مصر. منفصل تماما عن كل على 20 سنه وعلى 18 وعلى 17 وعلى 15. يعني هناك ميه واحده يا كابتن. ميه واحده. يعني انا شفت، انا كنت بتفرج، انا كل فرقه فيها اثنين حراس مرمى. فحتى انا سالت مدرب حراس المرمى الارجنتيني بقول له انت معاك حارسين مرمى بس بيتمرنوا، شفتهم اوبلاك ومويا. فقال لي دايما لما بحتاج باخد من فرقه السكند، والسكند لما بيحتاج بياخد من ال 18. فبقول له طب هل بتلاقي صعوبه مثلا لما بيجي؟ قال لا ما بلاقيش صعوبه خالص، لان السيستم واحد. الراجل مدرب حراس المرمى اللي بيشتغل تحت نفس الشغل. مش عايز اقول لك تكاد تكون يعني لو ما فيش اختلاف في 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 ايام المباريات مختلفه هتلاقي التدريب واحد. كابتن الاجوان عارفه خلاص التمرينات ولا ساعات بيبقى فيه جديد؟ بص انا قلت لك في البدايه وبكررها تاني، انا مش رايح هناك اقعد اتفرج على تدريبتين ثلاثه واقوم راح كاتبهم واحطهم في دماغي. لا انا مش بتكلم كده، انا بتكلم الاجوان المصريه، يعني الاجوان اللي مع حضرتك ثلاثه عارفين. لا. خلاص التمرينه حافظين التمرينه، ولا ربما ان دايما يكون هناك جديد؟ يعني دايما حضرتك طالع ودايما
تزود تمرين تعمل جديد ولا التمرين ثابته؟ لا مفيش حاجه ثابته, لان الكره اكتر حاجه فيها متغيرات. يعني احنا في الماتشات, ما احنا عندنا في الماتشات بيبقى في ايجابيات كتير وبيبقى في سلبيات كتير, فبناء عليها احنا بنشتغل. انا بتكلم على فتره المباريات, بيبقى في فتره الاعداد العام الاولانيه بفتره طويله, بس احنا ما عندناش اعداد عام بقى لنا 4 سنين. احنا دايما في فتره مباريات, يمكن اول مره من 4 سنين ناخد اجازه 9 ايام. فلما بنبدا دايما ما بنبداش من الصفر, دايما بنبدا بيبقى في ماتشات, سواء بقى في ماتشات محليه او ماتشات على الافريقيه. فدايما احنا ما بنعملش الاعداد العام ده خالص, دايما احنا داخلين دايما في منافسات ومباريات. فدايما احنا قدامنا مباريات بيتم تحليلها بشكل كويس جدا, فبنشوف الايجابيات اللي موجوده في المباراه وبنشوف السلبيات, وبنيجي على طول من اول يوم تمرين بنشتغل عليه, بنشوف بقى الخطا ده فين. ما احنا عندنا زي ما بتكلم دايما وبقول, احنا عندنا حاجه اسمها, بقول ان الحارس رقم واحد بيبقى فيه تمركز. بشوف التمركز يعني ايه تمركز. انا بشوف الحارس متمركز, ممكن يبقى التمركز ده زاويه على حساب زاويه. انا عندي في النهايه في زاويتين, في زاويه على ناحيه اليمين وفي زاويه ناحيه الشمال. طب هو لو متمركز غلط هيبقى في زاويه مفتوحه شويه وفي زاويه مقفوله شويه, يبقى ده التمركز. طب هو ممكن يبقى متمركز بزياده شويه طالع بره الجون, او العكس ممكن يبقى تحت المرمى بزياده. هو ده معنى كلمه التمركز. طب هاخد حضرتك نسمع كده برضو تقرير مع مدرب حراس المرمى لاتلتيكو مدريد ونرجع تاني. pero nosotros por lo general no rotamos la la حسب مشكله مدرب وما فيش فيها حلول. هو نفسه يعني 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 هو نفسه اعتقد نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله. نفس الكلام. انا زي ما بقول لك, انا كنت عشان بس احب اعلق على الحوار ده ولا اتكلم في النقطه اللي كنت بتكلم فيها. فكنت بقول ان احنا, يعني حضرتك كنت بتقول لي ان هل حراس المرمى بيبقوا دايما حافظين التدريبات وكل يوم التدريبات واحده والكلام ده؟ لا, هو طبعا طبيعي ان انا زي ما قلت لك بيبقى في فتره مباريات بشوف الاخطاء بتاع المباريات ديت, باجي تاني يوم على اشتغل عليها, والاجابات بحاول ان انا ايه اثبتها واحاول ان احسنها وتزيد كمان. فده الاساس شغلنا في الفتره اللي انا موجود فيها في النادي الاهلي. هنا بقى في الحوار ده انا كنت بقول له, انت عندك حارسين للمرمى اوبلاك ومويا, وفي بعض الاوقات بيبقوا محتاجين حارسين, وفي شغل في الناحيه الثانيه ما بيبقاش في جون. قال لي بجيب جون من السكند يتمرن معايا. فبقول له طب لما بتجيب جون من السكند هل بيبقى قريب جدا من الاثنين اللي موجودين من ناحيه بقى الناحيه الفنيه والناحيه التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها؟ فقال لي قريب جدا جدا, لان الحارس المدرب حراس المرمى اللي موجود في شغال على نفس الميه, شغال نفس الاسلوب بالظبط هو شغال عليه. خد بالك مش في اتلتيكو مدريد بس. بص, في حاجتين احنا ما بنشتغلش عليهم بشكل كبير جدا جدا هنا في مصر, والحاجتين دول احنا مقصرين فيهم جدا جدا جدا. يعني اول حاجه, بره في اوروبا لو الحارس ما بيعرفش يلعب برجليه, اول اختبار للحارس بيشوفه بيلعب برجليه كويس ولا لا. ولو في بعض الانديه لو الحارس ما بيلعبش برجليه اتنين زي بعض, ممكن ما يبقى الحارس ده بره حسابات النادي, بره حسابات المدير الفني. على الاقل بيلعب برجل, وبيلعب برجل كويس جدا. يعني ايه لعب برجل؟ يبقى الراجل بيعرف يباصي, بيعرف يلعب لونج باص طويله, بيعرف يعمل كونتر اتاك لو كره في ايديه بيعملها بشكل كويس. مهمه جدا جدا بيشتغلوا عليها. في وحده تدريبيه كابتن سيف بتاخد 75 دقيقه في كل اسبوع بيعملها المدرب حراس المرمى, خاصه بالحارسين بالرجل. فبقول له طب انت لو مدير الفني احتاج حق, قال لي ما بعتلوش حارس المرمى, لان ده سيستم محطوط بيبقى في يوم في الاسبوع. حتى هو قال لي يوم الاربعاء, انا بتكلم على مش الفريق الاول. لما اتكلمت مع مدرب حراس المرمى بتاع القطاع, قال انا عندي واحد تدريبيه في الاسبوع بتقعد 75 دقيقه حراس المرمى بيشتغلوا برجليهم. انا شفت جزء منها, لان انا كنت موجود يوم اربعاء, فلقيت الحراس ما راحوش خالص مع الفرق. 75 دقيقه شغالين في الملعب اللي قلت لحضرتك عليه ده, هم لهم ملعب لوحدهم بيتمرنوا فيه, بيبقى شغله كله بالرجل. بيعمل لونج باص بقى بالكره على الارض, بيعمل لونج باص والكره في ايديه, بيعملها ايد ورجل. وبعدين يوقف 4 حراس مرمى قدامه ويعمل الباص هنا وعلى اليمين, وبعدين يستلم تاني ويحطها في العمق. لو في مساحه يحطها, لو في مساحه بيحطها الناحيه التانيه على الشمال. فده احنا بنفتقده بشكل كبير. خد بالك بقى من نقطه مهمه جدا جدا جدا, ما هو مش معنى ان حارس المرمى ليه بيستلم كتير وليه دايما الفرقه بتعتمد عليه, لما هو اللاعب اللي فاضي الوحيد في الملعب بيبقى حارس المرمى.
وبيبقى فيه مساحه انه ترجع له الكوره. طب مش معنى ان انا ارجع له كوره ان كل الاربعه بخط الظهر او الناس بتوع نص الملعب بيتفرجوا عليه، هناك ما بيتفرجوش، هناك بيعملوا ايه؟ لازم كل لازم كل واحد يتحرك عشان حارس المرمى ده يبقى قدامه اوبشن واحد واثنين وثلاثه. ما في النهايه انا لو يعني في احنا في ماتش كسبناه هنا السنه اللي فاتت من الداخليه وفي كره رجعت لاحمد فوزي واحمد فوزي اتاخر فيها وخدها منه صلاح الدين الاسيوبي فاكر لو تفتكر انت الماتش ده وحطها جول. شوف بقى الباك لما رجعها لاحمد فوزي، الباك رجعها لاحمد فوزي وبيتفرج على احمد فوزي هيعمل فيها ايه. طبعا احمد فوزي اتاخر، انما انا عايز اقول لك ايه، هناك بره مش كده، هو في النهايه انت بترجع عليه الجول، انت مزنوق فبترجع للجول عشان ايه، يبقى عامل السبورت بتاعه. طب انت لما بترجع للجول هل انت تتفرج عليه ولا لازم تفتح له عشان تفتحه على الكوره تاني؟ طبعا هناك الكوره دي غاليه قوي عليهم، عشان كده لما بتلاقي دايما برشلونه لما بيستلم الكوره ممكن تقعد معاهم دقيقتين ثلاثه ما بتتطعش، تقعد مع ريال دقيقتين ثلاثه ما بتتطعش. احنا عندنا هنا بتلاقي الكوره بتروح وبتيجي كتير، لا علاقه شويه خد بالك عشان برضو يبقى الواحد بيتكلم، لا علاقه شويه بموضوع الملعب، الملعب بيسهل حاجات كتير جدا جدا. الكره وهي راجعه على حارس المرمى ما بيبقاش شايل هم ان الكره ممكن تيجي الطب، ان الكره تيجي مثلا مع عقربه شويه، لا الكره بتيجي زي ما بيقول الكتاب، الكره جايه له على الارض الباصه مستريحه جدا جدا بيحط فيها بطن رجله وتروح زي ما هو عايز. فهنا لحد كبير الملاعب بيبقى لها عامل كبير جدا، المدير الفني نفسه بيبقى له عامل كبير. ليه؟ هو لازم الجون يبقى مهاري يا كابتن. بص مش مهاري ان انا مش مهاري، مش عايز ابقى ميسي. لا 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 يعني مهاري يعني عنده ال يعني ايه انا قلت لك في البدايه يعني بيعرف يعملها كده يعني اعرف اعمل لونج باص طويله اعملها الواحد، لان هناك بص هم بيعملوا ايه، بيجيبوا جون صغيره جون صغير وبيحطوه في نص الملعب، واحد على اليمين واحد على الشمال واحد في النص، ويخلي حارس المرمى يلعبها طويله ويحطها جوه المرمى. هو ليه عايز يحطها جوه المرمى؟ عشان لما يجي يلعبها في الماتش يديها للعيب في رجليه، يحاول يظبطها على رجليه، يظبطها على صدره، يظبطها على دماغه، بيعملوا الحاجات دي كتير جدا. فهي دي الحاجات اللي شويه احنا ما بنشتغلش عليها كتير. الحاجه الثانيه مهمه جدا 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 ان انا برضو لاحظتها هناك في شغلهم، مفيش حاجه اسمها حارس المرمى يبقى في وضعيه سباق، يبقى في وضعيه حركه اثناء تصويب الكره، مستحيل مستحيل، لازم في وضعيه ثبات. هو طبعا الجون بيتحرك بس في اللحظه في الوقت اللي الكره فيه بتتحرك هو بيتحرك، بس في اللحظه اللي بيتم فيها التصويب على المرمى لازم هو في وضعيه ايه، لازم في وضعيه ثبات، سواء الكره بتشط مسافه بعيده مسافه قريبه لازم في وضعيه ثبات وما ينهارش. ما بيحصل في اوقات احنا بنشوف حراس مرمى بينهاروا، يعني ايه بينهار؟ يعني دايما الراجل هو بيشوط هو بيتوقع، هو بيبقى الان بيوقف في توتر شويه ينزل مره واحده في اي حته، ممكن يقع على ظهره ممكن ينزل في حته وكره تروح في حته، ما بيحصلش الكلام ده بالبلد يا كابتن اسمه بيبيع نفسه. بيبيع نفسه انا معاك 100% بيبيع نفسه صح صح لفظ الكره والله اسمه بيبيع نفسه. هناك بقى الحارس دايما انا بتكلم على التدريبات، نوعيه التدريبات فدي من الحاجات اللي الواحد استفادها، والحمد لله زي ما اقول لك والله يا كابتن سيف انا الحمد لله رب العالمين. هناك الجزء المهاري بيهتموا بيه جدا في البدايه يعني بدايه كل تمرين يبقى الجزء المهاري بيهتموا بيه جدا جدا جدا. سيميوني يعرف النادي الاهلي كويس يا كابتن؟ هو زي ما قلت لك هو احنا 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 قعدنا معاه حوالي ربع ساعه، كل واحد فينا ساله سؤال او سؤالين، انا سالته سؤال واحد، هو في البدايه قال لي انتوا ليه اخترتوا اتلتيكو مدريد؟ فاحنا قلنا له كلنا احنا جينا عشان اتلتيكو مدريد بقى من الانديه الكبيره في اوروبا وبقى من الانديه المصنفه في في في, في الدوري الاسباني وجايين عشان سيميوني، يعني سيميوني مدرسه، وائل قال له سيميوني مدرسه خاصه لوحده واحنا جايين عشان نستفيد من سيميوني يعني. وبعد كده انا بقول له انا بتفرج على التمرين بقالي يومين، انا دايما بتفرج عليك في الماتشات وبشوفك في الماتشات جديتك على الـ على الـ على الخط بتبقى عامله ازاي وتحفيزك للعيبه وحماسك للعيبه بيبقى عامل ازاي، وشفتك في تمرين اليومين دول، فانا نفس اسلوبك اللي في التمرين هو بالظبط اللي انا شفته في الماتشات في الفتره في الفرقه الناجحه يا كابتن اللي بتنفذ. قال لي بالظبط كده قال لي انا ما ينفعش انا ابقى في تمرين بشكل وفي الماتش بشكل تاني، هو اسلوبه في التمرين هو اسلوبه في الماتش. الضغط يا كابتن سيف ويعمل 8 ضد 8 ويحطهم في نص ملعب ويعمل ضغط على الخصم بشكل مش طبيعي. طب حضرتك لما اتفرجت وشفت الاجوان هناك وبتتمرن، فرق كبير بين الاجوان هناك والاجوان هنا؟ الاجوان هنا على فكره زي ما قلت لك هم هناك الدنيا بتبقى سهله عليهم لان هم بيعرفوا يتحركوا كويس، بيعرفوا تمركزوا كويس، بيبقى فيه ثبات، بيبقى فيه هدوء. انما احنا عندنا جوان على يعني كناحيه مهاريه وكناحيه قدرات جول يعني فنيه يا كابتن. الاجوان اللي انت شفتها اجواننا لو راحت هناك تقدر تعمل نفس الشغل تقدر تحترف؟ ده السؤال اللي انا عايز اروح بيه. مش هما سنهم كبير مش هما سنهم كبير لا هتبقى الموضوع صعب جدا عشان الحارس يحترف هناك ويتعود على الجو. ابو شناوي يعتبر سنه كبير؟ بص انا بتكلم احنا بنتكلم في اسلوب تدريب. سن كبير ده كام سنه كابتن يعني؟ يعني لازم الجون يبقى رايح هناك مثلا من سن 16 سنه 15 طبعا ما هو عشان يتعلم زي ما قلت لك يا كابتن سيف شاب صغير يعني لازم يبقى صغير. انا شو قابلت هناك ولد اسمه يوسف كان بيتمرن في اتلتيكو مدريد حارس مرمى في اتلتيكو مدريد ودلوقتي هو في نادي درجه ثانيه هناك بيتمرن
وعنده طموح. هو كان مصاب يعني عنده طموح انه ممكن يكمل, وكان اتمرن في عضله الجمهوريه حوالي 3 4 شهور كان متواجد هناك, وممكن ربنا يوفقه ويكمل يعني. الواد ما شاء الله جسمه كويس لسه. دايما الحارس لما بيروح سنه صغير زي ما قلت لك بيتعود على هم هناك بيختبروا الحارس بموضوع رجليه ده, بيهتموا جدا بموضوع الرجل ده, موضوع التكتيك والتحركات والكلام ده. فلما حارس هيروح سنه كبير هيبقى لحد كبير جدا موضوع رجله ده مش موجود, مش هيبقى بالشكل اللي احنا بنشوفه هناك. يا كابتن سيف انا بقول لك الراجل سيميوني بيعمل 8 ضد 8 في مساحه 18 زائد 18 وبيعمل الضغط من جوه الستة, وكل لعيبه بتسند على حارس المرمى, وحارس المرمى لازم يبقى عنده سرعه رد في سرعه بديها انه يحطها لليمين يحطها شمال يحطها في العمق ما تطيحش منه, وبيحب حارس المرمى ما يشوطهاش طويله لازم يلعب لتحت. انما احنا عندنا حراس مرمى, عندنا حراس مرمى ممتازين وعندنا قدرات وعندنا ناحيه فنيه عاليه جدا, بس اسلوب التدريب مختلف شويه. لو احنا نهتم بالناحيه الفنيه الناحيه اللي هي الجزء التكتيك, ونهتم بان حارس المرمى هو صغير تقدر تشغل له رجليه كتير وتقدر تنمله رجليه اليمين ورجليه الشمال, هيطلع حارس مرمى مكتمل, لان دي مهاره انت بتفتقدها بشكل كبير جدا لما بتكبر. ما بتعرفش تلعب رجليك الشمال ورجلك اليمين ما بتبقاش بتلعب بها بشكل كويس طبعا. يعني اللي بيعمل دي كويس بشكل كبير جدا وبشوفه دايما ما شاء الله بيعملها كويس شايف اكرامي يعني عنده بيعملها برجليه سواء بقى على الارض او حتى اللي بيعملها ايده رجل هاف فولي بيعملها بشكل كويس جدا. فأتمنى ان عندنا حراس مرمى نشوفهم في الدوريات الاوروبيه دي ان شاء الله. ان شاء الله. برضو كنا كان معانا خبر دلوقتي ان الزمالك عمل لجنه, قرار مجلس اداره نادي الزمالك, لجنه برضو موجود فيها كابتن حازم امام, كابتن اسماعيل يوسف, احمد مرتضى منصور, اعتقد مهند ثاني زاده, يعني دي الاسامي اللي انا قريتها. وكان هناك اخبار ان كابتن حازم امام لربما ان هو يعني كابتن حازم ان هو يقبل او يعتذر. نروح لكابتن حازم امام نجم نادي الزمالك طبعا والاعلام الكبير, نساله بقى هيقبل ولا هيرفض. كابتن حازم مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير بطل, عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن, اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ حضرتك كابتن طارق طبعا. تحياتي يا كابتن حازم. كان فيها طروقه في الله يكرمك يا كابتن, شايف الحلقه وحاجه جميله جدا ان شاء الله. ربنا يكرمك يا كابتن حازم ان شاء الله. كان هناك هو كابتن علي ماهر وكابتن وائل رياض. كابتن وائل رياض طبعا علي ووائل عامل شغل طبعا, عامل مصالح هناك كبيره من غير ما اعرف يعني عمل ايه, بس اكيد هيبقى عامل مصالح كبيره. ربنا يكرمه ان شاء الله. كابتن حازم يعني هل عرفت موضوع اللجنه, مجلس اداره نادي الزمالك قرر اللجنه وجود حضرتك فيها باختيار مدير فني اجنبي, هل الاسامي دي هتكون موجوده, هل حضرتك هتكون موجود معاهم؟ والله انا كلمني النهارده الاستاذ احمد مرتضى, كلمني الظهر كده كنت لسه جاي, وقال لي احنا عايزينك تكون معانا في حاجه انك اختار مدرب يعني في لجنه او حاجه. فانا قلت له طبعا اكيد يعني لو عايزين مني اي حاجه فانا موجود, لو محتاجين ان انا تبعتوا لي الميلاد الاتجاهات وانا اقول رايي فيها طبعا اكيد ما فيش مشكله, اكيد طبعا يعني حاجه محترمه منهم ان هم يفكروا فيا, وانا لو عندي اي معلومات او اي حاجه طبعا هكون تحت امرهم هقولها لهم يعني. هم في الاخر هم اللي قرروا, انا حتى قلت مش هقدر اديك اسم واحد اديك ثلاثه اربعه عشان في الاخر يبقى لي كل اللي ممكن ده يبقى غالي, ده تقدر تدفعه, ده ما تحاولش, ده تقدر توصله مع ده. ده اللي انا اتكلمت معاه فيه يعني, فهو على انه هيبعت لي السيفيهات واقول رايي فيها وربنا بقى صح ان شاء الله. كابتن حازم شايف من وجهه نظرك ايه المدرسه الافضل لنادي الزمالك؟ والله انا بشوف ان هو مش مدرسه على قد ما هو يبقى مين المدرب يعني, يعني مش كل الناس زي بعض, مش كل المصريين زي بعض في نفس السمات ونفس الشخصيات, مش كل الفرنسيين زي بعض, هو كل مدرب حسب اشتغل فين, هل اشتغل في مع العرب, هل اشتغل في الخليج, هل عنده بطولات, هل ما عندهش بطولات, هل بيتعامل مع فرقه مع الفرق الكبيره كويس ولا متحفظ دفاعيا عشان متعود يشتغل مع فرق نوعا ما مش بتاع بطولات, فحسب بقى كل واحد ومدرسته يعني. لكن بشوف ان يعني دايما المدير الفني اللي بيشتغل مع فرق كبيره يبقى عنده الكيفيه يلعب ازاي هجوم, يبقى عنده دايما بيلعب على بطوله, ان في اسامي طرحت وانا بقى لي يومين بسمعها منهم لناس طرح تسمع على نادي الزمالك, انا عرفت بقى ان هم يعني كانوا متحفظين بيلعبوا دفاع كتير, بيلعبوا دايما 10 ورا الكوره 9 ورا الكوره, حاجات دي ما ينفعش نادي الزمالك يعني. نادي الزمالك عايز مدرب يكون عنده جرأه, جماهيره بتحب تلعب لقدام, جماهيره بتحب تكسب, فلازم يكون مدرب عنده الفكر ده يعني, هو دايما يكون مع فرقه كبيره, يكون دايما مع فرقه بتكسب. فان شاء الله اشوف يعني لما يبعثوا لي السيفيهات يعني هشوف معاهم ويعني ربنا يولي الاصلح ان شاء الله. هل كابتن برضه يعني على الثقه بتاعتهم دي
كنت لسه هقول لك، هل برضو وجود المبدأ ده داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ان هم يستعين دايما باولاد النادي اللي عندهم خبرات؟ يعني كان في اسم حضرتك تداول اكتر من مره، كابتن خالد غندور، كابتن ايمن يونس، ميدو قبل ما يبقى موجود في الاسماعيلي. اعتقد ده شيء طيب برضو من مجلس إدارة نادي الزمالك، يعني كل مجلس في الحته دي بيبقى عايز يقفل على نفسه بشكل معين. والله بص، يعني هو طبعا كتر خيرهم ان هم يكونوا 7 8 قاعدين ويشوف. بس انا قلت للاستاذ احمد حاجه، ان هو هل اللي احنا هنقوله هو اللي هم هياخدوا بيه؟ لان برضه ولا هو هيبقى ريفرنس بس بالنسبه لهم، ممكن ياخدوا حد مش موجود خالص مثلا. فقال لي لا، اللي انتوا هتقولوا عليه مثلا او الاسامي اللي حضرتك تطرحها، ان كان انا او كابتن ايمن او كابتن اسماعيل، هو قال لي انا وكابتن ايمن يونس، قال لي هنحطها ونختار منها، يعني مفيش حد هيطلع من بره يعني. ف وانا في الاخر وفي الاول هم اللي اختاروه، ان هم دول مجلس الاداره، هم الجماعه العموميه اللي جايباهم. لكن انا بشكرهم ان هم يعني حطوا ثقه فيا ان انا اكون واحد من ضمن الناس بتختار. وربنا بس ربنا يولي، يعني ربنا يوفقنا يعني، ان شاء الله يكون فيها حاجه خير لنادي الزمالك يعني. خلي بالك برضه هي السيفيهات دي يعني تبقى انت وحظك، لان السيفي في الاخر انت بتاخد سيفي ممكن يجي يوفق هنا او لا يوفق. فالمهم يكون في كيمستري، يكون شخصيته يعني برضه من الحاجات المهمه، تكون شخصيه المدرب، هل هو تصادمي، هل هو يعني ذكي في تعاملاته. ان في مدربين كتير تصادميه ويكون السيفي بتاعه كويس هيفشل، لان التصادم ده بيحصل مشاكل مع اللعيبه كتير، بيحصل مشاكل مع اداره كتير. فلازم يكون عنده مرونه شويه، يعني زي مثلا كان عندنا واحد اسمه توفيستر زمان، ده راجل ذكي جدا، اشتغل في العرب وفي افريقيا كتير جدا، لانه ذكي بيعمل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت بيخش في صدمات عنيفه، وفي نفس الوقت بينفذ تكتيك كويس وبيكسب بطولات كتير يعني. فربنا يسهل ان شاء الله كابتن سيف نشوف يعني. وانا لسه جاي من السفر دلوقتي، لسه واخد المكالمه من احمد من شويه، فهنشوف. لو انا مستني السيفيهات وهنشوف لو في قعده او في اي حاجه تحت امر النادي يعني. اكيد دلوقتي يا كابتن ياسر جايب لك اجوان كتيره قوي، أنا شايف. أنا بس الغريبه في كده مفيش مره في طقم مقاسك، يعني كان في حاجه معينه؟ نفسي اعرف بيلبس ليه دبل اكس. لا يعني دي الحاجات دي عشان تعيش يا كابتن معاكوا، ولا هم دي كانت ليه؟ لا ما خلي بالك طاير جنبك، هو برضه حاجاته كلها فيها واسعه عليه. انا اقول لك على حاجه، انا مش عارف مفيش يا كابتن طقم مقاسه زي ما انت كلنا. طب بص اهو، بص اهو، بص مين اللي حوالينا كلهم، حريم هو مقاسه واسع جدا عليه برضه، مش عارف ليه. بقول لك ايه، انا عندي تيشيرتات بلبسها دلوقتي، بقول ايه معقول انا كنت بلبس الحاجات دي زمان؟ انا مش مصدق نفسي. حضرتك التيشيرتات لسه موجوده معاك؟ عندي كام تيشيرت كده بحتفظ بيهم. اعرف ليه لبس كبير فعلا، حاجه كبير جدا جدا. سلمنا على الكابتن ياسر، سلمنا على الكابتن العظيم، سلم عليه. بيقول لك الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك، اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن حازم ان شاء الله في الاستوديوهات بتاعتنا باذن الله. ان شاء الله شرفنا وتنورنا كابتن حازم، ان شاء الله الحمد لله على السلامه. وبشكرك شكرا جزيلا كابتن حازم امام، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا طبعا، والاعلام الكبير، نجم قناه الحياه. كابتن طارق، سؤال برضو مهم جدا، لعيبه او حراس مرمى نادي الاهلي، هل في افاده انه يطلع يعمل معايشه بره، ان هو يبص على سيستم التمرين بره؟ ما تفرقش معاه. خد بالك شريف عاش بره فتره كبيره، مش طبعًا. فتره قليله، فتره في عاش في هولندا فتره كويسه يعني، فهو عارف سيستم الشغل ماشي ازاي. وخد بالك الحاجات دي برضه بتساعده، حتى لما بيجي مدرب اجنبي متواجد سواء بقى مع المنتخب او مع النادي، فهو عارف الاجانب بيفكروا ازاي وازاي هم يعني لهم نظام في الشغل، فبتساعده. شريف زعلان يا كابتن الفتره اللي فاتت ان هو مش موجود في منتخب طبيعي. مصر بشكل اساسي طبيعي طبيعي. تتكلم معاه في الحته دي؟ طبعا بتكلم معاه على طول. وهي خد بالك هي كره يعني، دايما هو شريف كان هو كان قاعد فتره كبيره، هو الجول الاساسي وكان بيلعب. ده جول الماتش بتاع المقصه طبعا. اكيد زي ما قلت لك طبيعي انه بيزعل ان شريف طبعا ما بيلعبش، لان هو كان قاعد فتره كبيره، هو جول اساسي لمنتخب مصر في ايام برادلي، وبدايه حتى شريف جون كبير الحقيقه يعني، بدايه كوبر حتى هو كان هو يعني لو انت فاكر اول مباراه لعبها مع كوبر كانت غينيا اللي كسبناها 1-0 او 2-0 تقريبا 2-0، وكان برده شريف الاساسي. ولكن شريف لو انت فاكر جاله اصابه وبعد بره المنتخب ساعتها الشناوي بيلعب، ودلوقتي الامور محيره بينه وبين الشناوي، يعني شريف جون كبير وشناوي جون كبير، اختيارات ضيقه برده قوي. كابتن الجون ده كان ايه المشكله؟ يعني الغلط في ايه؟ الغلط في القرار، شريف اتعامل مع الكوره متاخر بس مفيش اكتر من كده. بص يعني خلي الكره تمشي واحده واحده، كمان 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 كمان، بص هنا بقى الكره فين ولسه شريف فين، بدا يتعامل بس تعامل كان متاخر. لما الكره عملت الكيرف بتاعها كده وخدت السويرف بتاعها، كان شريف بدا يروح لها، كانت الكره بقت فين، كان جميل. لازم ياخد الخطوه من بدري يعني. بص ما هو ما انا لازم احدد انا لازم احدد عشان الاتصال يتم، ما هو لازم يبقى في اتصال بينه وبين الكره. الاتصال بيتم امتى يعني؟ يعني انا بشبهها كده زي انا مش فاهم قوي في الفنيات يا كابتن، بس اللقطه غريبه. بص في حاجه، بص 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 خلي ايوه، لا قدام كمان خطوتين كمان، ياردتين بس كمان بس اقف،
بص هنا بص الكره بدات تعمل ايه, بدات تاخد الكيرف بتاعها لفين, ناحيه ناحيه المقص, ناحيه فوق. لا وشوف شريف لسه فين. الطبيعي ان شريف والكره في المكان ده, ابقى انا فين, ابقى انا الكره تجي لي في نص بالظبط هنا كده. لان خد بالك الكره ماشيه منين, الراجل رافع الكره دي منين, رافعها من عند خط المرمى, يعني خط التماس, خط الاوت. فمشيت مسافه كبيره, كان الطبيعي ما هو لازم يبقى في تحديد ولازم يبقى في اتصال. الاتصال هنا تم متاخر بينه وبين الكوره. يعني طب هو كابتن هنا برضه في مشهد غريب, ايديه الاثنين. اول مره اشوف شريف يروح بايديه الاثنين, يعني دايما هيروح باليمين. الطبيعي لا يروح باليمين ليه؟ طبيعي يروح هي باليمين. هي الاقرب. لا ممكن يعني الشمال يا كابتن, مشوار بعيد قوي. لا مش موضوع بعيد, هي زي ما قلت لك, هو الموضوع الخطا الاكبر في الجول ده هو التعامل. الاتصال تم متاخر جدا بينه وبين الكوره. ولو انا بص هنا, بص الكوره منين, بره 18 بحوالي اكتر من 10 يارده, لان الراجل اللي واقف عندنا واقف على 10 يارده, ولسه في حوالي 3 يارده وراه. فانت بتتكلم في مسافه. اتكلمت معاه بعد الجون ده يا كابتن؟ طبعا. كان زعلان هو؟ طبعا زعلان جدا. خد بالك اول جون يخش فيه في الدوري. يعني احنا لعبنا 3 ماتشات في الدوري, 3 ماتشات شريف مادي بشكل كويس جدا. لا شريف جون كبير طبعا, وجون جون نادي الاهلي وجون منتخب مصر. انما في النهايه بص يا كابتن, والخطا يعني ما يقلش منه حاجه. احنا في النهايه بنقول ايه, الاخطاء وارده في كل زمان وفي كل مكان, واكبر حراس مرمى في العالم عندهم اخطاء, واخطاء طبيعي سهل طبيعي جدا. انما انا عايز اقول ان شريف اكرامي قريب جدا كان جايب لنا كاس السوبر. يعني شريف اكرامي في مباراه السوبر مع الزمالك, ضربه الجزاء دي كانت لحد كبير جدا غيرت شكل المباراه, كانت النتيجه هتبقى 2-0. فشريف اكرامي اتصدى لضربه جزاء وفي انفراد قبل ضربه الجزاء بتاع عمر جابر. احنا ما شاء الله احنا واخدين 9 بطولات في اخر 3 سنين ونص, واخدين 9 بطولات منهم 5 بطولات قاريه, واخدين 3 بطولات كاس سوبر مصري, واخدين دوري عام واتنين كاس عالم في اخر 3 سنين ونص. بتتكلم يعني لو اعتبرنا كاس عالم ده بطوله, فبتتكلم في 11 بطوله في 3 سنين ونص. خسرنا بطولات, خد بالك, يعني خسرنا بطولات. وخد بالك بقى كمان, يعني بتتكلم في اسوأ 3 سنين او 4 سنين مروا على الرياضه المصريه في حاجات كتير جدا بقى, في كل المجالات, ومنها مجال كره القدم. مجالنا زي ما قلت لك, احنا يعني فترات كبيره جدا ما كانش في دوري, فترات كبيره جدا كانت اللعبه دي بتلعب وما كانش يعني الناحيه الماديه موجوده بشكل كبير. فترات كبيره برده كان في توتر بين اللعيبه وبين الجمهور بسبب مباراه السوبر لو انت فاكر يا كابتن سيف. فعايز اقول لك ان وفي لعيبه كتير بطلت, لعيبه كبيره في النادي بطلت. الاهلي بيجل دعم للتدعيم في مركز حراس المرمى؟ لا خالص خالص, بالعكس. عندنا حراس مرمى زي ما قلت لك, عندنا شريف اكرامي واحمد عادل ومسعد ومسعد جون منتخب الاولمبي, وما شاء الله ربنا يعني ان شاء الله ربنا يوفقه في البطوله اللي جايه ديت. فاحنا ما عندناش مشكله خالص في المركز, وخد بالك مش من دلوقتي. احنا بقالنا 4 سنين المركز ده مستقر جدا. في اخطاء, وارد ان يبقى في اخطاء وبنعالجها وبنشتغل عليها. على فكره ما بنزعلش خالص لما الناس بتنتقدنا او بيبقى في اخطاء بنحاول نعالجها, ما فيش مشكله خالص. بس انما في النهايه لا, انا لما باجي اقيم شريف اكرامي كسيف مش هقيمه على خطا في مباراه طبعا, او هقيمه على مباراه او اتنين او تلاتة. احنا بقالنا 4 سنين احنا لاعبين حوالي. يا كابتن سالت حضرتك سؤال واحد, راي حضرتك ايه في الخطا هنا بس, عشان واضح ان حضرتك محمل من لا والله لا, عشان انا بس بزعل انا ما قلتش. لا ما انت سالتني على الخطا وبدات تتكلم في بس انا سكت بقى, لقيت حضرتك طالع شريف جون كبير, قلت لحضرتك جون كبير طبعا, وجون عظيم, جون عظيم طبعا. يعني احنا ما رحناش اكتر برضه. هل الاهلي محتاج حراس مرمى؟ ده سؤال تاني. لا ده مش ممكن لشريف, ممكن لتحته يعني طبيعي الاهلي يبقى فيه حارس واثنين وثلاثة. ما في الاهلي حارس. لا ما انا على فكره حضرتك فهمت سؤالي غلط, انا اسف. يعني انا سؤالي مش ان الاهلي محتاج جون عشان شريف دخل فيه جون ده. انت بتتكلم انا قصدي ان الاهلي كنادي محتاج جون واثنين وثلاثة. ممكن شريف نمره واحد النهارده في مصر. طبعا مفيش خلي بال حضرتك, مفيش حد يقدر يتكلم او يزاد. احنا حتى انا كنت كان يعني استوديو تحليلي للماتش ده, وكان معايا كابتن وائل جمعه وكابتن سامي معوض وكابتن حازم امام. بعد الجون جايين نتكلم, كل واحد يقول زي حضرتك, طب ايه الخطا في الجون؟ شريف جون كبير وياما جاب. ما احنا ما بنتكلمش عن شريف خالص, بنحلل الجون. احنا بنتكلم عن الجون, لكن لا حضرتك بتتكلم عن تاريخ شريف. طب اقول لحضرتك على حاجه, انا لا غبار. لما جبت لي الجون انا حللته ولا ما حللتوش؟ تمام. بس حضرتك محمل يعني, حضرتك لا زعلان, عايز ترد الهجوم. لا زعلان بس مش. عارف ليه زعلان؟ ليه؟ بص مش على شريف اكرامي بشكل عام, احنا يعني كجمهور يعني بص مشكلتنا ان احنا في لحظه بطلعك السما. هي دي الكوره يا كابتن؟ لا مش هي دي الكوره والله, هي دي والله في مصر بس. طيب احنا كوكب, احنا كوكب تاني. والله بره مش كده. وانا لما اجي اقيم يعني مش عايزين نتكلم بس على شريف عشان ما يبانش ان انا ببقى انا لما اجي اقيم الكابتن سيف في الاعلام هقيمه, ممكن يبقى فيه يوم مش يومك في ما عندناش كده كابتن, ما عندناش كده. يعني حضرتك بنخلص الماتش, لا رمضان صبحي ده زي ميسي,
الياب ماتشين اختفاء رمضان صبحي في ظروف غامضه اخش على باسم مرسي نجم مصر الاوحد ما يدخلش جون في ماتش تاه ومستواه نزل احنا ما ينفعش ابدا كده اطلع طالع يعني طالع في السماء ونازل في الارض مفيش وسط ازاي انا بقيم شيف الكرامه على مرحله كبيره احنا بنتكلم على 4 سنين في الاربع سنين دول شوف هو عامل ايه في 4 سنين وشوف اخطاء هتلاقي اخطاء قليله جدا انا كابتن متفاهم القصه دي وانا ما بقيمش احنا بنتكلم على الخطا هنا ولكن كتاريخ كتقييم كجون كبير لسه بقول لحضرتك على منتخب مصر بقول لحضرتك الاختيار ما بين الشناوي وشريف صعب جدا 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 لان الاثنين اقوياء الاثنين واقفين على رجليهم الاثنين عندهم من الخبرات يعني ده ماتش مثلا اهلي وزمالك شريف شايله بالكامل دي 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 انفراد بتاع عمر جابر ده خد بالك ده والنتيجه يعني دي كره حلم مثلا انا مش عارف عمر جابر دي اتخض مثلا راح وضربه الجزاء ممكن تبقى 3 لا دي يا كابتن اسهل من ضربه الجزاء دي اسهل من ضربه الجزاء اسهل دي يكون فاتح كله بس شريف هنا بقى لو احنا شريف عمل ايه بقى شريف هادي جدا ما باعش نفسه ما باعش أيوة. ما استعجلش يعني كنا لسه بنتكلم على في اوروبا بره الناس بتعمل ايه الناس بتفضل ايه هادي مش مستعجل وبعدين بيطلع وقفل قرب 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 لحد ما قفل عليه الزاويه ما هو في النهايه انا الجون بالنسبه لي عباره عن مثلث قاعه المثلث ما بتتغيرش هو خط المرمى دي قاعه المثلث عندي ضلعين الضلعين دول بيطلعوا على الكوره منين من القائم اليمين والقائم مش بيطلعوا يروحوا على الكوره راس المثلث الكوره فكل ما انا بطلع لقدام بس مش معناه اطلع قدام في تاويتات خطا اطلع قدام في تاويتات يكون اشوف الكوره مكانها هل يا كابتن حاطط بلان لشريف ان انت وهو ما بتفكره بتقول له انا حاطط لك سيستم عايزك ترجع تاني المنتخب طبعا ازاي كابتن وهيرجع يلعب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بالشغل بالشغل بالتدريب بالصبر تعرف احنا بعد كل مباراه احنا ممكن نبقى بنلعب مباراه بره ملعبنا يعني مش بره ملعبنا مثلا في السويس او في اسكندريه او كده واحنا راجعين في الاتوبيس بنجيب الجون على طب ما نجيبه نساله حضرتك بتقول له ايه وخلاص كابتن شريف مساء الخير مساء الفل يا حبيبي سيف الاخبار وحشني اخبارك ايه كله تمام وانت كمان والله الحمد لله والراجل اللي قاعد معاك ده وحشني اكتر بقالي فتره انا ما لحقتش اصلا اساله جايبين الجون بتاعك في ماتش مصر المقاصه بس شاف الجون والكابتن قاعد بقى ايه رد لدرجه قلت له يا كابتن انت محمل كده ليه يعني شريف لسه بقول دلوقتي انت جون كبير الحقيقه جون النادي الاهلي وجون منتخب مصر ربنا يوفقك اكيد انت برضو حته ان انت اخر ماتشين او اخر كذا ماتش منتخب مش موجود اكيد كنت لسه بقول للكابتن طارق كابتن طارق قال لي انا بشتغل مع شريف عليها وبنتكلم واكيد هو زعلان وعايز يرجع من جديد برضو للمنتخب كحارس مرمى اول منتخب الوطن والله بص في البدايه انا يعني انا بقى لي فتره ما بخش معاك في مداخله بس بصراحه يعني كابتن طارق موجود مش هينفع ما اخشش ربنا يعني خلاص نجيب لك كابتن طارق كل يوم يا نجم ما يهمكش ما تقلقش هتلاقيني داخل على طول بس موضوع المنتخب يعني طبعا انا حسيت بدوري في المنتخب الفتره اللي فاتت وكنت بلعب جون اساسي صعب يعني بتحس ان الموضوع بيبقى صعب ان انت فجاه لو انت بتلعب فجاه ما بتلعبش انما هي دي كوره وزي ما بتقبل ان انت مدرب بيختارك تبقى جون رقم واحد لازم برضو تتقبل ان انت في احيانا ممكن ما تبقاش الاختيار الاول للمدير الفني في وقت معين ده يعني ده يزعلك طبعا كلاعب انما زعلك ده في الاخر ليه حدود الحد بتاع الزعل اللعيب ده يعني مقبول طالما ما بيأثرش على الفرقه طالما ما بيأثرش على تدريبه بس انا الحمد لله لحد ما شايف الحدود دي كويس وعارف حدودي كلاعب وحدود زعلي ايه والزعل امتى هيبقى صحي وامتى هيبقى ضار على لعيب وضار على المجموعه فقادر ان انا افرق كويس بين المواضيع دي فما فيهاش مشكله يعني وان شاء الله يعني لما كنت في يوم من الايام كون بعيد ايام بوب برادلي وما كنتش اشارك كنت رقم 4 رقم 3 رقم 2 وصرت اكون رقم 1 ما فيش مشكله يعني انا والشناوي تبادلنا المراكز كتير في الموضوع ما بين 1 و2 فما عندناش مشكله انا متقبل انما ده بيزيدني اصرار ان انا عندي دافع ان انا ان ارجع لمكاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ترجع من جديد حارس مرمى منتخب الاول وتتالق مع النادي الاهلي وانت طبيعتك ولا بتفرح قوي ولا بتزعل قوي ده ما انا اقول كده. يعني في مكان في النادي الاهلي تحديدا مش كده انت اللي بتفرح قوي في حاجه عملتها ولا تزعل قوي على حاجه ضاعت منك او غلط غلطته او غلط شخصيته لان مفيش وقت ان انت تفرح وقت ان انت تزعل وتوطي دماغك في الارض لان ده ذكرى طلب الجديد دايما ولان انت بتتقيم مش بس يعني من جمهور او من مدربين انما انت بينك وبين نفسك لازم يبقى انت ليك هدف كشخص فلو انت استخفيت او فرحت بحاجه عمرك ما هتحقق حاجه زياده.
ان شاء الله ربنا يوفقك يا شريف، واتمنى لك كل التوفيق الحقيقه من اجوان المحترمه وعلى خلق طيب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف فرامي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن طارق شرفتني ونورتني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني مزيد ان شاء الله باذن الله من التوفيق كده، وفي يوم من الايام مش عارف انت الوحيد اللي ما اقدرش اقول لك ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام اشوفك في منتخب مصر. ليه؟ لان انت جالك منتخب مصر واعتذرت وتمسكت بالنادي الاهلي. بص، هو طبيعي شرف لاي حد انه يشتغل في المنتخب يا كابتن. طيب يعني انا هيقطعوا عليا فسريع. طيب انا يعني في النهايه طبعا ده منتخب مصر شرف ليا وشرف لاي حد انه يشتغل في منتخب مصر طبعًا. انما انا سعيد جدا جدا في وجودي في النادي الاهلي، ولو جالي في اي وقت منتخب مصر زي ما قلت لك هو شرف لاي حد. انا سعيد كنت معاك، شرف ليا على قناه الحياه، بحبها جدا جدا وبحب حضرتك جدا وكابتن حازم طبعا، ربنا يخليك، وبشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل الناس اللي يعني كابتن الاستاذ احمد ابو طالب والناس كلها يعني. بشكرك كابتن، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. خلصنا فقرتنا مع نجمنا وضيفنا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى للنادي الاهلي. حلقه الحقيقه قويه جدا، بكره ان شاء الله باذن الله استوديو خاص من استوديوهات الحياه، وثلاث لقاءات مهمين جدا بكره معاكم من الساعه 3 الى ربع الظهر. بشكر ياسر عاصم مخرجنا الكبير، احمد ابو طالب رئيس التحرير، و بشكر محمد صلاح، محمد جابر، وليد سلامة، كل الناس اللي موجودة. بكرة إن شاء الله بإذن الله استوديو جديد من استوديوهات الحياة، كابتن حازم إمام، كابتن إكرامي، وأعتقد هيكون معانا بكرة كابتن سيد معوض أو كابتن أشرف قاسم. بكرة استوديو خاص جدا، استنوا بكرة إن شاء الله، تصبح على خير، السلام عليكم.